أجنبي هواك ترى نورا إخوتي هيا دين سعيا تشري الدنيا أن لا نحيا بشعر. مهرجان سالا الرياضي في نسخته الاولى اللي كيتم بمناسبه ذكرى ميلاد الولي العهد الامير الملكي مولاي الحسن باشراف جماعه سالا وبمشاركه المقاطعات الخمس المكونه لمدينه سالا. هذه النسخه الاولى اللي كتعرف مشاركه مجموعه ديال الاصناف الرياضيه، رياضات الفنون الدفاعيه، رياضه الكاراتيه، رياضه الجيدو، رياضه التيكواندو، رياضه المواي تاي، كذلك الرياضات المدرسيه، رياضه كره القدم، كره السله، على مستوى باشراك وتنسيق مع المديريه التربيه الوطنيه بالنسبه لكره القدم، كره السله على مستوى المؤسسات الثانوي الاعدادي. كذلك عندنا دوريات كره القدم مع الجمعيات المحليه بكل تراب المقاطعات الخمس. كذلك عندنا دوري ديال الكره الحديديه ودوري لرياضه الشطرنج. هذه المناسبه ديال الدوره الاولى هي جات في اطار التنسيق المشترك بين المقاطعات الخمس على مستوى مجموعه الانشطه، وعلى راسها هذا النشاط ديال المهرجان الرياضي النسخه الاولى اللي كنتوخاو من ورائه هو التنشيط الرياضي داخل المدينه، هو تشجيع الشباب والاطفال على ممارسه الرياضه، هو خلق وابراز المواهب الرياضيه داخل المدينه، علما ان مدينه سالا كتزخر بمجموعه ديال الابطال على المستوى الوطني والقاري وكذلك على المستوى الدولي والعالمي. في مدينة سالا عندنا أبطال عالمية في الرياضات، عندنا أبطال إفريقية، عندنا أبطال العرب، عندنا أبطال المغرب، فالحمد لله مدينة سالا كما قلت مدينة الرياضة الامتياز. فهذا الدوري إن شاء الله غتكون يعني الدورة الأولى هي بمثابة انطلاق لهذا المهرجان الذي سيستمر في المستقبل إن شاء الله في نسخ مقبلة، واللي يزيد ينفتح على رياضات أخرى ويزيد يوسع المشاركة. اليوم الحمد لله عدد الجمعيات يعني فاق يعني ما يقارب واحد بين فوق 80 جمعية، ما يزيد على 1000 مشارك. فكنتوخاو ان شاء الله من خلال هذه النسخه كما قلت هو اعطاء هذه الانطلاقه ديال هذا الدوري هذا ليستمر وياخذ المكان ديالو من ضمن الانشطه ديال المدينه في المجال الرياضي. وشكرا.